السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض السمك في الفرن بالخضر. كنحتاجوا اي نوع من السمك. انا هنا درت لا دوراد، اسمحوا لي ما كنعرف سميته بالعربيه. كنحتاجوا هنايا عندي بطاطا مقطعه وبطاطا حلوه حتى هي مقطعه، عندي خيزو مقطع، عندي طماطم مقطعه شرائح، هنا معلقه كبيره مركز الطماطم، هنا جوج توبات، هنا القزبر والمعدنوس مقطعين. كنحتاجو العصير حامضه، عندنا الخرقوم، عندنا الملح، عندنا الكمون، عندنا البزار، التحميره نسيتها، وعندنا الزيت وزيت العود. كنوضعو في واحد الاناء، كنكونو غسلناه بطبيعه الحال مزيان. كنضيفو له الملح، انا العطريه كندير عيني ميزاني، نضيفو البزار، كنضيفو الكمون، كنضيفو التحميره اللي هو فلفل احمر، كنضيفو القزبر والمعدنوس مقطعين، كنضيفو التومة، عفوا التومة محكوكة، بالنسبة للخضر تقدروا ديروا اي نوع بقيتو، بغيتو تكتفيو غير بالبطاطا، بغيتو كما درت انايا تقدروا ديروا حتى البسباس كيجي رائع مع الحوت. انا ما كانش عندي، صافي كناخذو هذه الحامضة نعصروها، كيعرف هاد الطريقة كنا كنديروها ومازال كنديروها باش كاع داك العصير الحامض يخرج لنا، تكون أسهل. صافي كنضيف شوية ديال هادي الزيت، نكمل زيت العود، صافي كنخلط هاد جميع المقادير كاملين، هاد نرقدو مزيان، هادشي نخلطو مزيان، كنخلي هاد السمك يترقد، شحال ما خليناه يترقد شحال ما كيكون كيجي ألد، نخلي فهاد الشرموله يترقد مزيان ونطلقها من بعد ان شاء الله. واحد الصحن كيدخل للفرن، كنديرو ديك الخزو ديالنا، نحاولو اننا نستفوها، كناخدو البطاطا ديالنا نديروها حتى هي هكذا في الجوانب، اللي عندها الفلفل تزيدو حتى هو كيلدد، انا ما كانش عندي الفلفل ما غاديش نديرو، صافي بهذا الشكل حتى كنكمل الكميه ديال البطاطا اللي عندي.
ندير دوك البطاطا حلوه اللي عندي حتى هي نديرها هكذا من الفوق. شكل ناخذ هذوك الطريفات تاع الحوت كنديرهم هنايا بهذا الشكل. هنايا هاد الصلصه اللي شطت لي ما كنرميهاش، كنضيف فيها عفوا هنايا نسيت مطيشه، كنضيف واحد الطماطيشه من الفوق بهذا الشكل. هكذا كناخذوا هاد المعلقه نتاع الطماطم المركزه اللي كانت عندنا، كنضيفوها في هاد الشرموله بشكل. كنضيف شويه ديال الماء تقريبا نص كاس تاع الماء، كنحرك الكل صافي. كنجيب الصحن ديالنا، كناخذ هاد الصلصه وكنحاول انني نديرها من الفوق بهذا الشكل. غادي نغطيها بورق الطبخ وندير لها الالومنيوم من الفوق وندخلها الفران حتى يطيب. بعد كرامبل بالتفاح كنحتاجو ليه تفاح واحد 4 ولا 5 تاع التفاحات، كنحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق كبار تاع السكر وشويه ديال القرفه. كنشدو هاد التفاح ديالنا كنقشروه كنقطعوه مربعات، كناخذ واحد المقله كنديرو فيها الزبده حتى كتذوب، كنضيفو ليها السكر وكنضيفو هادوك الطريفات تاع التفاح اللي مع شويه تاع القرفه عفوا، دوك الطريفات تاع التفاح اللي كنا قطعنا، وكنخليهم يهبطوا شويه واحد المده ديال 10 حتى 15 دقيقه. كنحتاجو لهداك الكرامبل ديك الطبقه اللي كتكون من الفوق، كنحتاجو ليها 150 غرام ديال الطحين مع قبصه تاع الملح، 100 غرام ديال الزبده، 50 غرام بودره اللوز. اللي ما عندها شيء تقدر دير اللوز مطحون او النوازيت مطحونين او داكشي، كل وحده على حسب الذوق ديالها. هنايا عندنا 100 غرام ديال السكر ومعلقه صغيره ديال سكر لافاني. انا غادي ندير التفاح هو الاول ونطلقوا من بعد. هنايا كنحتاجو لهاد لي ميني كوكوت، دابا راهم متواجدين وكاينين، اللي ما عندها شيء تقدر دير زليفات عادي ماشي ضروري. ان ها هو التفاح ديالنا بعد ما درت شويه في الاخر كما قلت لكم مده ديال 10 دقائق 15 دقيقه، درته هنايا في هاد لي ميني كوكوت ديالنا. دابا ندوزو باش نحضروا الطبقه اللي كتكون من الفوق. كنديروا عفوا كنديروا الزبده، كنديروا معلقه صغيره ديال لافاني، كنديروا السكر، غير شويه نخلطهم ماشي بزاف حيت خاص كلشي يتخلط دقه وحده. هكدا كنضيفو الطحين ديالنا نقصها تاع الملحه وكنضيفو بودره اللوز، كنحاولو اننا هاد الخليط بحال نرملوه ماشي نعجنوه. هاو حتى كنحصلوا على هذا الشكل بحال هكذا مرمل. ناخذوا هاد
خليت اللي درناه كنحاولوا اننا نديروه من الفوق بهذا الشكل، ما نضغطوش عليه، كنخليوه هكا محبب. علاش سميتو كرامبل؟ كيجي مفرتت. نتمنى تجربوه، كيجي رائع. تقدروا تقدموه مع كريم فريش مطلعه على شكل شونتيي، مع اون بول دو غلاس. هذا الشكل كتكملوا، كتحطوا هكذا كما قلت لكم، خاصو يجي مفرتت، ما خصناش نديرو على شكل عجينه. فكنبقى مستمره هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. كندخلها للفران مسخن من قبل على 200 درجه المده ديال 30 حتى 35 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق اللي حضرنا اليوم. ها هو الحوت بعد ما طاب، كيف كيجي كيشهي، رفقته مع سلطه عاديه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكرامبل، وبالصحه والراحه.